ارتاحي ستي، ليش واقفة؟ تفضلوا. حبيبي فرحت كتير لما سمعت انه صار عندكم ولد واجيت كرمال شوفه، قلت لازم بارك لكم. شكرا. بالعادة العمة اللي بتجيب سرير الولد، مو صح؟ اها. ايه بس اورمي مقاطعة كل العيلة بدون اي استثناء، وحرام الولد يضل بدون سرير. قلت خلي عمه يجيب له سرير هالمرة، وهي هدية صغيرة مو أكتر. بس الولد عنده عمة تانية سامرات، ما كان رح يضل من دون سرير. أنا وما أنا متغيرة نهائيا. ما إيه صح، أنا تذكرت سمعنا شو صار بالسيد دافي وكتير تضايقنا مشانه. إيه صح، سمعنا أنه عمه كتير تعذب، ليش ما خبرتونا بالقصة؟ إذا بهيك مواقف ما كنا جنبكن، إمتى رح نكون جنبكن؟ صح، وينه عمو؟ بدي شوفه. يلا خدي فوتي لعند أبوكي. بس هو نايم هلأ. عفواً؟ عم قلك نايم، ما سمعت؟ إيه من فيقه. لحظة، طول بالك، وين رايح؟ على فكرة أنت الوحيدة بهالدنيا اللي بتعتبريني شخص سيء، وهذا الشيء مانو صح. تصوري حتى عيلتك بيعتبروني شخص منيح وكتير بيحبوني، بس ليش يا ترى؟ شو هالكذبة اللي عايشها؟ عائلتي بتعرف مين انت وكاشفتك على حقيقتك. انت عم تحلم مو أكتر. عن جد؟ بس عائلتك معي إذا ما عندك خبر. انت شو عم تحكي؟ ما عم أفهم. أكتر شخص بتوثق فيه عائلتك وبتصدق كلامه وبتحبه محبة ما صارت لأي شخص غيره واقف بصفي هلا. أورمي، ببساطة هي القضية أكيد رح تخسريها. موفقة. شو صار؟ ليش كان هون؟ هو قال لي من شوي في حدا من عائلتي قريبي ناوي يوقف جنبه ويشهد معه ضدي لأخسر القضية. كيف؟ أنا ما عاد عم أفهم شي. يا ترى مين من عائلتي رح يوقف مع سامرات؟ بابا؟ بابا كان بصف سامرات بس هلأ تعبان كتير.